من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة فالمصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. الأحد العاشر من بعد العنصرة، ونحن اليوم ب 22 تموز جولاي 22 هو عيد سانت نهرة، مار نهرة شفيع البصر. وكلمة نهرة باللغة السريانية نورو، نورو معناتها النور، اسمه لكينا نورو. وبتعرفوا انه مشهور بلبنان، عنده بعض الكنائس على اسم القديس نهرة، وبيصير فيهم عجائب، وخاصة على صعيد البصر والبصيرة. البصر هو النظر الجسدي، والبصيرة النظر الروحي والإيمان الداخلي. اليوم إنجيل اليوم شوي صعب، في كتار ما بيعرفوا ما بيفهموا شو بيقول، شو بيفهم، شو بيفسر يسوع، وشو بيقول، وشو بيعني إنه في خطية ما بتنغفر، يلي هي خطيئة التجليف على الروح القدس. Blasphemy against the Holy Spirit cannot be forgiven. ورح نحكي اليوم كمان عن مار شربل ومار الياس، لأن اليوم نحن 22 الشهر بنعيد مار شربل. بعمل مقارنة بسيطة بين مار شربل ومار الياس الحي ومار نهرة اليوم، يعني نحن مثل ما قلنا منعيده دايما. مار نهرة ثابت عيده ب 22 الشهر، مار الياس ثابت عيده ب 20، عيدنا يوم الجمعة. ومار شربل هو الثالث أحد من تموز، يلي يعني ثابت الأحد الماضي، بس ما نحن 22 اليوم كمان عم نذكر ونصلي لمار شربل. Brothers and sisters, the rejection of Jesus by the religious leaders of Israel is very clear in the biblical text. They accused Jesus of being a glutton and drunkard and the friend of tax collectors and sinners. هذا كان اتهام الفريسيين ليسوع، هو صديق الخطأ وبيمشي مع الخطأ. They ignored the many miracles that Jesus did, including healing every manner of disease and sickness, casting out demons, power over nature, and even raising the people of the dead. ومنشوف اليوم بحياة مار الياس إنه أول شخص قام شخص من بين الأموات هو مار الياس الحي، ويسوع قام الأموات وذكرنا بهالقوة، قوة قيامة الأموات، وصنع العجائب الوفيرة يلي عملها يسوع، بأنه هو منه نبي عادي مثل مار الياس أو مار يوحنا أو مار أشعيا أو إرميا، إنما هو المسيح ابن الله الحي. الخطية يلي ما بتنغفر هي يلي سمعناها اليوم بالإنجيل. يسوع عم يعمل شيء باسم الله، بيقولوا هيدا عم يعمل شيء باسم الشيطان، بيعطوا عمل الله لأمور شيطانية، يعني ما بيؤمنوا برسالة يسوع، يلي ما بيؤمن برسالة يسوع، يلي بيعرف وبيفهم إنه مزبوط يسوع هو الحقيقة وما بيؤمن، هيدا بيكون عم بيجدف على الروح القدس وعم بيجدف على رسالة يسوع بكاملها. أحد الكتاب المسيحيين شو بيقلنا؟ So what is the sin that Jesus is discussing here that is unforgivable? It is a blasphemy of the Holy Spirit. هيدا الكاتب يلي اسمه جون فالبورغ بيقول has defined this sin as attributing to Satan what is accomplished by the power of God.
الله عمل أعجوبة، الله شفى، بنقول لا هيدا عمل شيطاني. وهيدي كتير كمان بتصير بيناتنا نحن، شخص بيكون عمل شيء منيح، لا هيدا نيته سيئة. فإذا هيدي النوايا السيئة يلي الرب عم يرفضها، وخاصة كمان الإصرار على الخطيئة، هيدا كمان بتعتبره الكنيسة من التجديف على الروح القدس. يعني مثل واحد يطلع بيشوف الضوء بيغمض عيونه، ما بده يشوف الضوء، شايف الحقيقة قدامه ما بده، بيشوف النبع عم تنزل الماي ما بيشرب. هيدا إنسان هو اللي ما بده يخلص، مش الله ما بده يخلصه. فإذا هيدا أو الإصرار على الخطيئة، إنسان بيقول إيه أنا عايش بالخطية، يلي بيندم بيقول أنا بدي أجرب غير حياتي، شو ما كانت خطيته الله بيغفر له. بس يلي بيقول أنا عم بخطي وما رح غير، هيدا كمان تجديف على رسالة يسوع وعلى روح القدس، وهيدي الخطايا التي لا تغفر هي كمان الإصرار على الخطيئة ورفض رسالة يسوع. اليوم مثل ما قلنا بيجمعنا عيدين لقديسين عظيمين، أحد من العهد القديم والثاني من العهد الجديد. تعرفوا أنه 1800 قبل المسيح بلش أول تدخل للرب بحياة البشرية، من خلال مين؟ من خلال إبراهيم، وكان هيدا أول تدخل. 1800 قبل المسيح، 1800 بعد المسيح بيجينا مار شاربي. وين بيجي مار الياس؟ مار الياس بيجي ب 890 قبل المسيح، حوالي 900 سنة، وهو من أول وأعظم الأنبياء، ومثل ما قلنا هو أول من أقام أحد الأشخاص من بين الأموات، وراح لعند الأرملة في صرفة صيدا وأملى ابنة من الأموات وعطاها أعجوبة جرة الطحين والزيت يلي كان كل ما تشيل منهم ما يفضوا، يرجعوا يتعبوا بأعجوبة. مر الياس الحي أعجيبه كتير، وفي كمان ناس بيقولوا بخي كيف مر الياس الحي بيقولوا طلع على السماء بمركب ناري؟ هل يا ترى هو طلع على مركب ناري؟ هل هو قديس حي أو منه حي؟ هل هو قديس أو نبي؟ مار الياس الحي هو من أنبياء العهد القديم يلي كان عنده الحماس القوي للرب، مشان هيك وقت سألوا يسوع وقالوا له ما بيقولوا إنه إيليا سيأتي، بدو يجي إيليا قبل مجيئك، إن كان قبل مجيئه الأول يلي إجا في يسوع أو قبل مجيئه الثاني، شو بيقول لهم يسوع؟ بيقول لهم لقد أتى يوحنا المعمدان بروح إيليا ولم يعرفوه. فإذا هالشيء اللي كانوا عم يتداولوا اليهود إنه إيليا بده يرجع، إيليا بيقول لهم يسوع ذات الروح تبع يوحنا يلي بيأنب العالم يلي كانوا عم يبعدوا عن الرب، كمان إيليا إجا بهيدي الروح. تاريخيا إيليا لم نعرف وين ولد ولم نعرف كيف مات. بيقول التقليد انه عاصفة رملية خفيته ما تلاقى جسمانه، اوكي؟ فاذا الصورة المركبة النارية هي صورة حتى يقولوا لنا انه كل انسان بيعيش مع الرب هو حي مع الرب. ومر الياس انا بقول لكم قديش مر شارب العجائب وبيعمل عجائب، انا كمان باكد لكم انه مر الياس من أكبر الأنبياء يلي بيعملوا بعضهم عجائب، ومشان هيك اليوم بيقولوا بعضهم أكثر كنايس المسيحية بالعالم وخاصة الشرقيين، أكثر شيء هني للعذراء مريم، والنمبر 2 هو إلى مر الياس الحي. كنايس كل الطوائف، مش كاثوليك أو أرثوذكس، كلنا سوا الكل. حتى بالقرآن بتشوفوا، شفت آيتين ثلاثة مذكور مر الياس الحي، ومذكور كمان يوحنا المعمدان، بس تشوفوا كلمة بالقرآن يحيى، يحيى هو يوحنا المعمدان، بيسموه بالقرآن يحيى. فإذا مر الياس الحي عنده عجائب كثيرة، وأنا خبرتي مع مر الياس الحي كنت خادم رعية مر الياس الحي بلندن، تكلنا عليه، كان مونسيور سلامي كمان خدمة قبل 9 سنين، كانوا شاريين كنيسة كتير صغيرة وقديمة تطلع قد ربع هيدي، وقدرنا بقوة الله ومر الياس الحي فتح بوجنا، بعنا الكنيسة القديمة وعمرنا كنيسة حلوة كتير مع 50 موقف للسيارات، مع بيت للكاهن، مع صالة، ما تسألوني كيف، 50 عائلة بس شاركوا بالدفع،
كان يسوى الكنيسة القديمة حوالي نص مليون، صار هلا تسوى مليون ونص بسنتين ثلاثة. كان عجائب مارياسية عم تصير، ما نعرف كيف هالكنيسة تعمرت. فإذا كمان كل واحد بحياته الشخصية مثل ما بحياتنا الرعائية مثل ما بحياتنا العائلية بيختبر هالوجود القديسين بحياته، وجود الروح القدس ووجود المسيح من خلال هالأمور يلي بتتحقق بحياتكم. كمان لازم تحسوا هون بإيد الله موجودة معنا. اسم مار الياس شو بيعني؟ اسم مار شربل شو بيعني؟ اسم مار نهرة شو بيعني؟ قلنا اسم مار نهرة هو النور، مار الياس هو الله، هو إلهي، يهوى هو إلهي. كان يقول دايما مار الياس الله هو الرب، ما تروحوا لعند الأصنام، ما تروحوا لعند غير آلهة، الله هو إلهي. بعدين مار شربل كمان، شربل إيل، إيل هيدي معناتها الله، مشان شربيل إيليا، شفتوا؟ اسم إيليا ببلش بالله، شربل بينتهي بالله، وشربل معناتها اسمه قصة الله. وكأنه مار شربل من خلال حياته اليومية وتنسكه كمان كان هو عم يخبرنا عن الله وعم يعيش عن حياة الرب المضبوطة. مار الياس الحي شو له علاقة بالقداس؟ كل مرة بيسجد الكاهن وبيقول استجبني يا رب، استجبني يا رب، استجبني يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا والعياذ القربان. هيدي الكلمة من مار الياس الحي من 900 سنة قبل المسيح، وقت اللي صار في تحدي بينه وبين كهنة الأوثان من هو الإله الحقيقي، وتحدوه مثل ما خبرتكم عن تحدي مار أنطونيوس هذيك المرة، وكيف الحصان سجد قدام القربين بدل ما يروح يأكل. مار إيليا النبي، مار الياس الحي كمان تحدوه كهنة الأوثان، قالوا له أنت بتحط ذبيحة حطب ونحن بنحط ذبيحة حطب، نحن بنصلي لآلهتنا وأنت بتصلي لإلهك، والذبيحة يلي بتولع هي يلي بيكون الإله الحقيقي. وهني صاروا يصلوا، مار الياس قعد ناطرهم عم يضحك، ما نزل لا نار ولا شعله، بس هو قال له استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، نزلت النار واكلت الذبيحه وشعلت ذبيحه مار الياس. ونحن مشان هيك بالذبيحه الالهيه كل مره منبارك القربان ومنحول الخبز الى، بحول الكاهن الخبز الى جسد المسيح والخمر الى دم المسيح، بيرجع بيردد كلمات مار الياس وبيقول له استجبنا يا رب، وارسل روحك القدوس ليحل علينا وعلى هذا القربان. وقت بنقول علينا وعلى هذا القربان معناتها اذا القربان تحول، الخبز تحول وانا ما تحولت، ما بينفعني القربان. اذا المسيحي ما تحول من الشر الى الخير ومن اعمال الانسان القديم الى انسان جديد، ما بينفعوا القداس. مشان هيك بنقول وليحل اولا علي وعلى هذا القربان. فاذا كل مسيحي مدعو الى ان يتحول في الذبيحه الالهيه، وكل مسيحي مدعو الى انه يطلع من القداس احسن من وقت اللي فات على القداس بالمقاصد المنيحه يلي بيكون اخذها حتى يعيش حياته المسيحيه المضبوطه. مار شربل تشوفوا كيف الله بيكتب التاريخ. اي متى خلق مار شربل؟ حدا بيعرف السنه؟ 1828. عاش ل 1898، 70 سنة على الآن. شوفوا كيف الله بيرسم التاريخ. 1828 شو صار؟ انتهى بناء دير عناية بمار شربل. كان بعد اسمه دير مار مارون، دير مار مارون بعناية. تصوروا كأنه الله عم يحضر هالدير لهالابن بعكفرة يلي هو أمه من بشري وبيه من بعكفرة. خلق 1828، خلص دير مار شربل 1828 يلي هو دير مارون، بعدين عطيو اسم دير مار شربل وقت صارت عجائب مار شربل الكبيره بالخمسينات، وفتح الجثمان وبلش الدم والمي ينضح منه. بيقولوا اليوم العلماء، بتعرفوا انه الاطباء والعلماء في اشياء بيقولوا انا هيك فسرها، في اشياء ما بتتفسر معهم. وقت كنت بعدني بفرنسا تجي بنت اسمها فيفيان، بريجيت سوري، كان اسمها بريجيت، جاي من الجامعة مبسوطة، قالت لي أبونا بتعرف شو قالنا الأستاذ اليوم بالجامعة؟ قلت لها شو؟
لأن في ان سيرتان شابريل، فكر اسمه شابريل يعني عن شابري، قال لهم انه لا سيونس جوسكا بريزون نو بو با اكسبليكي سو فينومين، العلم لا يستطيع ان يفسر هذه الظاهره، لانه الدم والمي يلي طلع من جسم مار شابريل بخلال هالسنوات اذا بدكم يمكن بيعبي هالكنيسه على مرتين. كيف بالنسبه للعلم كيف جسم محدود قد ما تشيل منه مي تشيل منه سطل سطلين بيطلع كل هالكميات؟ بيقول العلم لا يستطيع ان يفسر هالشيء، وهيدا كمان رمز للدم والمي يلي نزل من جانب يسوع المسيح على الصليب، يلي هو الدم رمز الافخارستيه القداس، والمي هو رمز المعموديه. إذا بدي أحكي عن مار شابريل ومار ياس في كتير أشياء أقولهم، ولكن رح أختصر وإنهي وعظتي. بنهي وعظتي بكلمة بيقولها خوري آس. تعرفوا إنه مرات كتير في ناس بيقولوا مثل ما قلنا الإصرار على الخطية هيدا هو يلي لا يغتفر، بس إنسان يكون نادم لو شو ما كانت خطيته تغتفر. في ناس كانوا يقولوا لنا أبونا أنا جاي من الحرب وبتعرف بالحرب قتلنا كتير عالم، أنا أكيد راي على الهلاك، أنا ما راح أخلص. في ناس بيقول أنا سرقت كتير بحياتي، أنا كذا أنا عملت. كل إنسان يندم على خطيته وبيعود عن الشيء اللي بيكون عمله قد ما بيقدر يلي بيتعود، الرب بيسامحه أكيد من خلال سر الاعتراف والقداس والمناولة. مشان هيك بيقلنا خوري آرس، كل واحد بيقول انه انا خطيتي الله ما بيقدر يغفر لي اياها بيكون عم بجدف. ليه عم بجدف؟ لانه عم بيحط هو حد لرحمه الله. انت منين بحق لك تحط حد لرحمه الله؟ فلان انا بعرف راي على الهلاك، هيدي فلان رايح على جهنم، انت شو يعرفك؟ انت ما فيك تحط حد لرحمه الله، انت ما فيك تدين حدا، لا تدينوا لئلا تدانوا. فاذا بيقلنا خوري ارسيا اللي هو قديس من فرنسا بيقلنا The one that says God will not forgive me blaspheme, يعني يجدف, because he puts limits to the mercy of God that has no limit. من يقول أن الله لا يغفر يجدف، لأنه يضع رحمة يضع حدا لرحمة الله التي لا حد لها.